مطرة مع الموعد. قامت راس وانهت هذا الشوط راس كعوايدة دائما للسيد خلف بن مبارك بالجاف للحميري. ها هو شوط المهجنات، ايضا بنشاهد منافسة قوية في هذا الشوط، ما يقل وزن عن الشوط الاول. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، ورلي الان على مقدمة هذا الشوط مشغلة للسيد حمد بن سالم بن حمود العمري. وفي المركز الثاني، المركز الثاني تنويه للسيد عبد الله بن علي بن ناصر المسند. وفي المركز الثالث السياد للسيد محمد بن يمعى بن عبيد. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، السياد بشعار صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع بغداد للسيد عمير بن سيف بن معضد المشغوني. وفي المركز الخامس، اللي في المركز الخامس بهذه اللحظات فوايد للسيد سعيد بن فايل بن حمد الزرعي. وفي المركز السادس زعفرانه للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري. وفي المركز السابع عجيبه للسيد حمد بن علي بن حمير الاجتبي. وفي المركز الثامن هنا السحره للسيد سالم بن سهيل بالشرقي العامري. وفي المركز التاسع امجاد للسيد سعيد بن صالح بالعري المري. وفي المركز العاشر هنا اللي في المركز العاشر للسيد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. هذه النتيجة. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، وراء أسياد تبت تتسيد غايمة مقدمة هذا الشوط بشعار صاحب المضمر محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي مع سياد على المقدمة في هذه اللحظات. المركز الثاني تنويه للسيد عبد الله بن علي بن ناصر المسند ممثل هل الخور الدائم في دولة قطر بقيادة المضمر علي بن حمد بن مجارح المري. وفي المركز الثالث مشغلة بدأت تشتغل على المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد حمد بن سالم العمري. وفي المركز الرابع زعفرانه للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري. وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس بغداد للسيد عمير بن سيف بن معضد المشغوني. وفي المركز السادس هنا فوايد للسيد سعيد بن فايل الزرعي. وفي المركز السابع طواري للسيد مبارك بن سيف بالشدي المنصوري. وفي المركز الثامن أمجاد للسيد سعيد بن صالح بالعري المري. وفي المركز التاسع جهاد وصلت في المركز التاسع تغير إلى المركز الثامن في هذه اللحظات للسيد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. وفي المركز التاسع العزوم للسيد علي بن سعيد بالسعودي الاجتبي. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر السحرة للسيد سالم بسهيل بالشرقي العامري. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى أسياد لا زالت متسيدة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المقدمة مع أسياد. ها هي أسياد على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني تنويف المركز الثاني في هذه اللحظات مشغلة على المركز الثاني بدأت تشتغل من مركز إلى مركز.
المركز، اشتغلت على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حمد بن سالم العمري، وفي المركز الثالث زعفرانه مع بالجافله خادم ايضا يبي يضيف النقطه الثانيه اذا سمحوا له الجماعه. هناك مطره معها النقطه الاولى، وهنا زعفرانه تبحث عن النقطه الثانيه للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري، وفي المركز الرابع تنويل السيد عبد الله بن علي بن ناصر. المسند بدت تنوع عن قريب قريب الختاميات. يا سلام يا سلام، المعركه طاحنه على مقدمه هذا الشوط. بدت الامور ما بين زعفرانه، ما بين مشغله، ما بين اسياد، ما بين تنويه. يا سلام، زعفرانه بدت تتسلل وتغير وتندفع على مقدمه هذا الشوط. لاحقه مطره في الشوط الاول، تابعه مطره تبي تسلم للمره الثانيه وتصبح على اهالي اهالي العوير. يا سلام، ها هي زعفرانه للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري على المقدمه. المركز الثاني مشغله للسيد حمد بن سالم العمري، وفي المركز الثالث اسياد للسيد محمد بن سلطان بن مرخان. الاجتبي المركز الرابع، تنويف المركز الرابع، لكن هنا جهاد قادمه، جهاد تجاهد الى المركز الرابع في هذه اللحظات للسيد حمد بن سيب بن محمد بن عيب العامري. 1200 تعديناهن، يلا يا اخوان، يلا يا مضمرين، يلا يا ملاك، اللي بيفتح سماعه، اللي بيتكلم، اللي بيسوي صوت، حي 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 حي. يا سلام، زعفرانه على المقدمه، لكن هي في وضع حرج حتى هذه اللحظات، بس بدت تنطلق، بدت تزيد من سرعتها على اجواء ميدان المرموم، بدت تغادر. يا سلام يا بالجافله، يا سلام يا بالجافله، مشكور يا ابو خالد على هذا الاداء الذي تقدمه هجنك في هذا اليوم مع سن الإذاعة. شفنا مطره في شوط المحليات، وهنا نشاهد زعفرانه في شوط المعجنات على المقدمه، بدت تغادر، بدت تحلق على اجواء ميدان المرموم، تحليقه الفوز، تحليقه السلامات. يا سلام يا زعفرانه للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري على المقدمه. المركز الثاني مشغله، مشغله ايضا تحاول اللحاق بزعفرانه. مشغله وصلت الى المركز الثاني للسيد حمد بن سالم العمري. دير بالك يا بالجافله، العمري قادم على ظهر مشغله، بدت تشتغل، بدت تنوع، وزعفرانه في المقدمه. اللحظات الاخيره، اللحظات الحرجه، زعفرانه مشغله. سلام عليكم يا هالبدية، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبه. تهانينا للسيد حمد بن سالم العمري على فوز مشغله بالمركز الاول، زعفرانه في المركز الثاني للسيد عبد الله بن مبارك بالجافله الحميري. المركز الثالث الجهاد، في المركز الثالث للسيد حمد بن سيب بن محمد بن عيف العامري. المركز الرابع فوايد للسيد سعيد بن فايل الزرعي. المركز الخامس للسيد سالم بن سهيل بالشرقي العامري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني يا ابو فارس. شوف ومتع عيونك بهذا التوقيت، بهذا الاداء المتميز مع الاذاع البكار المهجنات الاصايل. 9 دقائق 18 ثانية، 5 اجزاء من الثانية. سلام لأهل سلطنة عمان، سلام لهالي بدية، سلام وصباح الورد وصباح الياسمين تهديهم مشغلة. وها هي مشغلة، تهانينا لمالك حمد بن سالم العمري على هذا الفوز، على هذا الأداء المتميز الذي وصلت في المركز الثاني. ها هي زعفرانة 9 دقائق 19 ثانية، 3 اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن مبارك بالجافلة الحميري والذي وصلت في المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث، مخرجنا ابو عدنان متواجد. ها هي اللي في المركز الثالث، المركز الثالث جهاد
تسع دقائق 25 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز مع سن الإذاع سن الإمتاع، وهي انطلاقة الشوط الثالث. والشوط الثالث مخصص للإذاع الجعادين المحليات الأصايل، والميكروفون يرجع من أين بدأ عن زميلي سفاح الشمري.